اهلا وسهلا مشاهدين ترند اليوم. النهارده الحلقه مهمه جدا وتخص كل من السيدات والرجال. موضوعنا النهارده عن الخلافات الزوجيه. طبعا كلنا عارفين مفيش بيت مفهوش مشاكل. لما قلت للناس تبعت لي اسئله نناقشها في الحلقه، فعلا لقيت اسئله كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا. طبعا كلنا سمعنا عن ارتفاع نسب الطلاق والخلع والتفكك الاسري. علشان كده النهاردة إن شاء الله هنناقش بعض الأسئلة مع الدكتورة إيمان الدمياطي، استشاري الإرشاد النفسي والأسري. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا، إزاي حضرتك؟ نورتينا النهاردة. ميرسي، بنورك. دكتورة، أول سؤال عايزة أسأله، وده طبعا من الأسئلة اللي كانت مقترحة علينا، إن إزاي البنت تختار شريك حياتها، وهل أهلها من حقهم إن هم يتدخلوا في الموضوع؟ طبعا اولا نقول ان في معايير عامه وفي معايير خاصه. المعايير العامه لاختيار شريك الحياه اللي هي التوافق الاجتماعي، التوافق الاقتصادي، التوافق التعليمي، دي الخطوط العريضه الكبيره اللي بنتكلم فيها. تمام. بعد كده بتحصل يعني اختلاف في الشخصيه، بتخلي كل واحده لها معايير محدده بيها هي شخصيا، بناء عليها هي بتعرف تختار او تقول ده ينفع او ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش واحده تكون اهم حاجه عندها المستوى المادي واللايف ستايل، ونقول لها ان ده مؤدب وابن حلال بس مادياته على قده، لا هي مش هتقبل. تمام. فبالتالي هي عندها معايير خاصه بيها بشخصيتها. والبنوته الرومانسيه اللي اهم حاجه بالنسبه لها الاهتمام والمشاعر، وعايزه ورد يا ابراهيم، اكيد طبعا، يبقى هي اهتماماتها مش هتبقى أكيد. المادي العملي اللي كل حياته في البيزنس ومفيش اولويه قوي لمساحه المشاعر. فبالتالي احنا عندنا معايير عامه ومعايير خاصه. الاهل طبعا لازم يتدخلوا ويشتركوا، لان خبره السنين لها قيمه. أكيد. انا ببقى كأم لما بنتي يجي لها عريس اقول لها من باب النصح، بصي يا حبيبتي هو في مزايا 1 2 3 وعيوب 1 2 3، هتعرفي تستحملي العيوب دي؟ لان برضو احتمالنا للعيوب وتقبلها بيختلف من شخص للتاني. في حد يتحمل العصبية بس ما يتحملش البخل. تمام. في حد يتحمل الانشغال بس ما يتحملش المستوى المادي القليل. يعني كل واحدة تقدر تشوف ايه اللي في العيوب دي هي قادرة تتعايش معاه. وبلاش والنبي كلمة هيتغير بعد الجواز، محدش بيتغير بعد الجواز، انت اللي هتختاريه واللي هتشوفيه بعينيكي هو ده اللي هتلاقيه. فياريت نتقبل الباكج على بعضها. تمام. بس في بنات برضو يعني بحكم طبعا الرومانسية والمشاعر، إيه لا انا بحبه، لا انا عايزاه، بس مش بتكون شايفه غير ان هي بتحبه. يعني مثلا ممكن مامتها لا ده مش هينفع، ده مش مناسب، إيه يجي يتقدم لها كذا واحد، هي مش شايفه قدامها غير اللي بتحبه. طب نعمل ايه معاها؟ ايه الحل؟ طيب هي دي موضوع حساس شويه، لان احنا في المرحله دي من المرحله العمريه بتاعت البنات العرايس الحلوين، بتبقى المشاعر طبعا هي عايشه وحابه الحاله، حاله الحب. ممكن تبقى هي مش حباه هو شخصيا قوي. تمام. بس حابه الاحساس اللي عايشاه معاه. ففكره ان الاهل يقفوا ضد ده، انت عارف طبعا المفروض مرفوض والممنوع مرفوض. اكيد طبعا. فاحنا مجرد ان احنا بنديها لا، طب لا احنا لا، دورنا مش هيبقى كده، لازم نبقى شويه في فلكسبيليتي وذكاء في التعامل مع الموضوع. احنا بنقول لك يا حبيبتي ده مش هينفع عشان كذا كذا كذا. طيب تمام، انت مصممه، يلا نبتدي بالتجربه، وفتره الخطوبه معموله علشان كده، ونبتدي نبقى عيننا عليها، نحسسها انا ظهرك انا معاكي، علشان ما تخافش تيجي تحكي. تمام. لما هتحس بالامان هتيجي تحكي، فنبتدي نتناقش، نبتدي نشوف الدنيا رايحه مننا لفين. حتى لو الام شايفه مثلا في اسلوب مش عاجبها او طريقه مش عاجباها، إيه ما تهاجمش بنتها وتزعق عشان بنتها لا انا خلاص انا مش هقول لماما، لا لا بالزبط. ماما بتزعق لي. فطبعا لازم ان احنا طبعا بنصاحب ولادنا، ومع الوقت هي البنت هتقدر ازاي انا بختار لها الصح. بالظبط. طيب دكتوره ايمان، انا كنت عايزه اتكلم عن حاله سائده في تقريبا في معظم البيوت، اللي هو الفتور العاطفي بين الزوجين والصمت الزوجي. الخرس الزوجي. تمام.
بصي، هو الموضوع ده للأسف بقى شائع بشدة نتيجة حاجتين. أولا طبعا كلنا الحياة بقت صعبة قوي، فمعظم الناس بقوا بيشتغلوا تو شيفتس، يعني علشان يعني الصبح وبعد الظهر عشان يقدروا تمام. يلحقوا على مصاريف الحياة، فده بيخلي الطاقة مستنفذة. فلما بنرجع أكيد. البيت بيبقى مفيش خلق ان احنا نقعد ونحكي. ده شوية في عدم وعي من الطرفين، لأن الزوجة بتبقى محتاجة التواصل ده مع جوزها، يحكي لها وتحكي له ويبتدوا يشاركوا بقى في الساعتين حتى اللي بيقعدوا فيها في البيت صح. أخبار نفسهم، أخبار الولاد، يقضوا وقت، يحسوا إن في حياة بينهم. أكيد. وجت اللي يعني زود الموضوع سوءا، يعني السوشيال ميديا بقى كل واحد ماسك في الوقت اللي قاعده طبعا. كله ماسك الموبايل صح فاتحه، صح هو في عالم موازي تاني تماما، وهي قاعدة جنبه مش حاسس بيها، هو قاعد جنبها، هي بتشتشات مع صحاباتها على تمام فالنتيجة مزيد من البعد. تمام وللأسف ده بيوصلنا الخرس الزوجي ده لطلاق مع إيقاف التنفيذ، وبيوصل بينا بعد شوية لأن هي خلاص اتعودت إنه مش موجود في حياتها، تمام وهو اتعود إنها مش موجودة في حياته، وبالتالي بندخل في سكك تانية كتير بتوصلنا برضو للطلاق. تمام خاصة طبعا ان الموبايلات طبعا في البيوت خلاص بقى حالة ادمان. يعني فعلا الزوج ما يسيبش الموبايل، الزوجة ما تسيبش الموبايل مع اصحابها واهلها. طب فين الوقت اللي احنا هنتكلم فيه؟ حتى في الخروج الزوج سايق العربية يعني والزوجة ماسكة الموبايل. العكس، لا ما فيش اي وقت فعلا. وده فعلا ما احنا بنقول ان الكواليتي اوف تايم اهم من الوقت. انا ممكن طبعا ابقى قاعده مع جوزي ساعه او ساعه ونص، بس انا عارفه استغلها صح، صح اتناقشنا واتكلمنا وحكينا تمام وارتحنا بوجود بعض. انما تمام ممكن ابقى قاعد جنبي 5 6 ساعات لا انا حاسه بيه ولا هو حاسس بيا، كل واحد في دنيا تانية خالص عن طريق الموبايلات او تمام من غير موبايلات، ممكن يبقى باصص في التلفزيون وساكت ما وممكن بيتكلمش، تكون هي بتتكلم وهو مش سامعها مش أصلا سامعها، هو في دنيا تانية والعكس. خالص. يعني هو مش عشان هو ما بيحبهاش ولا حاجة، هي الفكرة انه ممكن يبقى لودد، بيفكر في مواضيع تانية كتير. وبعدين في عندنا قلة ثقافة شوية في حتة ان الست مش فاهمة ان طبع الراجل مختلف، والراجل مش فاهم ان طبع الزوجة مختلف، كل واحد متوقع اللي هو شايفه مش اللي قدامه بيقدمه، تمام فالاكسبكتيشنز عندنا مختلفة بتخلي فيه احباط شويه. هو بيتصدم ان هي زنانه وعايزه ترغي وعايزه وقت وعايزه اهتمام وعايزه مشاعر، وشايفها ايه العبط ده، انا مش قادر لك، انا تعبت، انا تمام جاي من الشغل تعبان، وهي ايه تمام الجمود ده، وايه ده ما بيحبنيش وبطل يهتم بيا فخلاص بنمشي بقى، ما بيبقاش فيه نقطه تواصل، ما بيبقاش فيه وقت نعرف لا يعني انا بحبك وانت بتحبيني، بس كل واحد بيعبر بطريقته. تمام طيب كان جالي سؤال يا دكتورة من التدخل الأسري ومحاولة إفساد العلاقة بين الزوجين، سواء التدخل الأسري من أهل الزوج أو من أهل الزوجة. إزاي الزوجة تسيطر على الموضوع ده وإزاي الزوج يسيطر على الموضوع ده؟ طيب هو مبدئيا الموضوع ده شائك شوية، لأن مفيش حد هيقدر يتنصل من عيلته أو من أهله، أكيد بس الوعي بيقول إن أنا لما أحس، أنا كزوجة لو حسيت إن أنا أهلي تدخلاتهم زادت في حياتي، أبتدي بالذوق ومن غير ما أجرح الست الكبيرة أو بابا ولا تمام من غير ما أجرح حد، بالذوق بنبتدي نفهمهم بالراحة، ما تقلقوش يا جماعة أنا عارفة إن أنا هعمل الحاجة الفلانية بالطريق ده، إن شاء الله أنا وجوزي هنعرف نوصل لحل. إنما لما بنفتح الباب للتدخلات، لأ هم بيتحكموا الدوافع بتاعتهم عاطفية بحتة، هم عايزين مصلحة البنت وأهل الزوج عايزين مصلحة الولد من وجهة نظرهم، تمام مش دايما بتبقى الطريقة صح، فبيبقى يعني هيخربوا البيت حرفيا، وفي فعلا علاقات بتنتهي نتيجة التدخلات الغلط. الذكاء بيبقى من الزوجة والزوج، ان هم يعرفوا امتى يحطوا نقطة ومن اول السطر، لا خلاص ستوب از ستوب، تمام يعني وبالذوق وبالاحترام وبكل حاجة، بس بالوقت الاهل هتفهم ان كل واحد اضرب حياته بظروفه وبظروف بيته. تمام يعني اللي هو احنا ما نعملش مشاكل بقى مع بعض، بس في نفس الوقت انت مرضي اهلك وانا مرضية اهلي. بالظبط كده.
تمام. طيب كان في سؤال تاني جالي عن موضوع سفر الزوج بالخارج وعدم ان هو مش بيهتم لا بمراته ولا بعياله، مش بيصرف عليهم، مش بيبعت فلوس غير لما يحصل مشاكل وخناق، وكل فين وفين لما يسأل فيهم بالتليفون ويبعت فلوس. هنا الزوجة تعمل ايه؟ يعني هي مش بإيدها حاجة، مش هتقدر تسافر له، مش هتقدر تلجأ لأهله، يعني ايه الحل؟ لا، ليه ما تقدرش تلجأ؟ لا، الموضوع ان ما فيش كمان الانفاق على الاولاد والزوجه، لا ده كلام ما فيهوش، ده حتى في المحاكم ده حق جنائي مش حق مدني. بس حضرتك عارفه يعني بس احنا مش هنخش الواحده في بتقعد محاكم. تقول لسه هروح لا محاكم لا لا ولسه لا، اعمل انا قضايا. مش بقول، انا قصدي بقول ان هي دي حاجه ما فيهاش هزار، ما فيهاش نقاش. تمام. فهي المفروض بقى على طول الاهل ساعتها يتدخلوا، من حقهم انهم يتدخلوا ويتدخلوا مع اهل الزوج ويشوفوا، ما هو حضرتك مسافر وحارمني من وجودك كزوج وكأب لولادك، علشان نعادل ده بأن يعني معلش عشان يبقى فيه دخل شهري مثلا يخلي الحياة ألطف. طب تمام. ما هو لا ده ولا ده، طب حضرتك موجود ليه يعني؟ وكمان الاهتمام، يعني بيجي لي مشاكل كتيرة قوي من فكرة الزوج المسافر، بيبعت مصاريف وكل حاجة بس هو مهمل مع الزوجة، بالشهر والشهر ونص ما يتصلش، ما يهتمش بالضبط. بتفاصيلها، عاملة ايه، اخبارها، حياتهم ماشيين ازاي، تمام. حياة الولاد، امتحاناتهم، اعياد ميلادهم، ما فيش، هو في عالم تاني وهي وولادها في عالم تاني، وده تمام. بيخلق جو وفجوة. خلاص الست اتعودت ان هي ما فيش راجل في حياتها، وفعلا بالوقت بتتعود ان هو مش موجود، لما بينزل اجازة في الصيف بيبقى غريب، تمام. غريب عن ولاده وعن مراته، حتى لما بيبتدي كوميونيكيت مع الولاد هما مش متقبلينه لانهم مش متعودين انه فعلا يكون فعلا. موجود، هما مش متعودين ان بابا يسأل انتوا رايحين فين وجايين منين، وحتى هو مش موجود اصلا، فعلا. فبالتالي النتيجة تفكك، هو ده التفكك ده الاسري. اوقات الزوجه بتتحايل على اولادها، يا اولاد كلموا بابا، يا اولاد ايه اتصلوا بيه، اعملوا يعني خليكم متواصلين معي. الولاد بيبقوا رافضين المبدا ده ما خالص. شافوش ليه؟ هنية لان بابا خلاص. مش بيهتم بينا عشان احنا بالظبط نهتم بيه. بالظبط بالظبط، وده الرد اللي بياخدوه، هو كان بيسأل علينا عشان احنا نسأل عليه، فطبعا تمام حالة مش لطيفة جدا يعني. تمام إيه طبعا سؤالنا الجاي، انا مش قادره اقول لك السؤال ده جالي يعني قد ايه كتير. خيانة الزوج للزوجة وهدم حياتها نفسيا، اكتشاف الزوجة لخيانة زوجها. مش قادرة أقولك بقى السؤال ده جالي كتير جدا جدا، ونعمل ايه ونتصرف ازاي؟ طيب هنتكلم في الموضوع بموضوعية شوية، طبعا خلاص من غير حساسيات، اكيد ونخلينا ايه يعني واعيين ان احنا بنتكلم في موضوع شائك جدا، اكيد طبعا. خيانة الزوج. طيب مبدئيا الموقف منكرش ان هو صعب على اي ست في الدنيا انها أكيد. تكتشف ان حب جوزها او حتى انه جوز عليها ده يعني قطم الظهر زي ما بنقول ليها، وكسرة تمام. وهزة نفسية عنيفة جدا، بتفقدها الثقة في نفسها وفي أنوثتها وفيه أكيد وفي أكيد. الرجالة وفي كلها، الحياة كلها. كل حاجة الدنيا بتسود فجأة. تمام. تمام، بس هو الموضوع عايز معالجة حكيمة شوية، للأسف ما بنبقاش ساعتها في ساعة الصدمة عارفين ناخد الأكشن ده. الخيانة يعني حتى فرويد لما جه حلل النفس البشرية هي عبارة عن نيدز، احتياجات، تمام. لما بيحصل خلل في الاحتياجات دي، سواء خلل في الاحتياجات النفسية العاطفية الجنسية، لو في عدم إشباع للاحتياجات الأساسية دي، أي طرف ميل أو فيميل بيحصل إن هو بيدور على احتياجاته حتى لو بشكل غير واعي، يعني حتى لو هو مش حاسس هو إن هو بيعمل ايه؟ بيخونها، هو تمام. ممكن يكون زميلة ابتدت تهتم، صديقة ابتدت تهتم، ابتدت تديله السبورت العاطفي أو النفسي اللي هو محتاجه في وقت هي شوية مش متفرغة أو مش واخدة بالها من حاجات معينة، تمام. فبيحصل الانجذاب من غير ما يحس ويلاقي نفسه متورط في علاقة. تمام، تمام. مش هقول بقى ان هي المفروض الطرفين يحصل قبل ما نبتدي ان احنا تجدج نحكم عليه ونعلق له حبل المشنقه، لا احنا المفروض نبقى واعيين احنا هنعمل ايه. الخطوه الثانيه، احنا
نقعد مع بعض ونشوف ايه اللي وصل بيتنا انه هيتخرب، ايه اللي وصل حياتنا انها راحت في سكة تانية. تمام. لو في حاجة ودي عايزة شوية أمانة مع النفس، هو يعترف بالغلطات اللي وصلته لكده، وهي تعترف بالغلطات اللي وصلت جوزها ان هو ما يشوفهاش ويبتدي يشوف واحدة تانية. تمام تمام. عرفوا يوصلوا لحل وسط والتجنب الطلاق، لان الطلاق هيوصلنا لايه؟ لا حاجات كتير. بالظبط كده، خراب اكيد، تفكك اسري عظيم أسري. طبعا، واللي هي مش قابلاه طبعا هتعيشه بشكل تاني طبعا. فنتجنب النتائج دي بان احنا نكون عقلانيين. ما احنا عايزين نحافظ، ما ده جوزي وابو عيالي، غلط تمام مش هنذبحه، يعني غلط نحاول نصلح. والله الموضوع اتكرر بقى وخلاص، هوبليس كيس، خلاص تمام، قدر الله ما شاء فعل. تمام. انما مش من اول مره نحط النهايه، لان في حياه، في بيت، في اولاد. تمام. ما ينفعش ان احنا نرمي كل ده بسهوله. بلاش بقى فكره اصبغي شعرك وروحي، لا هي الفكره عايزه عقل. الراجل ما بينجذبش بس عشان شعر اصفر وعينين ملون، لا، نكون شويه واقعيين. كل راجل احتياجاته ايه؟ انا جوزي ممكن اكون انا فاكره ان انا لما ابقى باكله وبربي الولاد ومنظفه البيت ومش مقصره في حاجه ظاهريا، يبقى انا كده عامله اللي عليا. هو ممكن تبقى احتياجاته انه محتاج حد يشاركه اخبار شغله، انجازاته، تبقى فخوره بيه، تحسسه بقيمته، ما تبقاش بتحبطه وتقل منه. تمام. ودايما كلامها كله انتقادات، وانت ما فيش فايده فيك. في فعلا ساعات بشوف تجارب لما بعمل ماريج كونسلنج، بتبقى في تجارب السيده بتبقى قد ايه عنيفه وحاده الطباع. تمام. مع الزوج، فبالتالي هو اللي هو محتاجه، هو مش موجود. هي شايفه انها بتدي اللي عندها وفاكره ان هو ده التمام، بس هو احتياجاته في سكه تانية خالص. تمام. فكل واحد يعرف احتياجات اللي قدامه ويحاول تو فولفيل على قد ما يقدر من نيدز دي. تمام. طيب لو طبعا يعني الزوجه لما بتتعرض للخيانه في اوقات خلاص دي حاجه دمرت حياتها نفسيا ومعنويا ومش قادره باي شكل من الاشكال تنسى الموضوع ده، في من الناس بتروح تتعالج عند دكاتره نفسيين، في زي ما حضرتك قلتي اللي بتروح بقى تعمل نيو لوك في شعرها بقى وبتعمل بتغير من نفسها خالص، اللي هو بقى لا انا كده، بص بقى انا ايه. بس في نفس الوقت برضو بتبقى في فجوه بينهم مش عارفين يكملوها مع بعض. هي تعمل ايه عشان تقدر تسيستم حياتها، اللي هو لا خلاص انا اللي انا عملته غلط انا هقدر اصلحه، بس في نفس الوقت لو عملت التصليح اللي هي هتعمله لا برضو انت بتخون بره. طب ايه هنعمل ايه؟ لا هو لو خلاص هي عملت اللي عليها وفعلا شافت ايه اللي كانت مقصره فيه وحاولت تعوضه، وادوا لنفسهم تشانس تانيه، وبرده هو مصمم على النزوات دي، يعني هيبقى قرارها بقى الاستمرار او عدم الاستمرار. تمام. انما لو هما الاثنين عايزين يكملوا بس مش عارفين نتيجه ان في جاب نفسيه بينهم هما الاثنين، لا ساعتها السايكولوجيست بيقعد معاها وبيقدر يظبط نفسيتها علشان ترجع تاني تبقى شبه نورمال وتبتدي تتعامل معاه بشكل فيه تسامح اكتر، وتقدر انها تبتدي حياتها من اول وجديد. تمام. ده بيبقى زي ما احنا لما بنعيا بنروح لدكتور، برضو نفسيتنا لما بتتعب لازم بنروح لدكتور عشان يوجهنا احنا هنروح فين، احنا نقدر ازاي نساعد بعض. بس كل حاجه بتاخد وقت، يعني عمرها ما من اول مره هتطلع خلاص متقبلاه والدنيا لطيفه ووردي. لا لا، طبعًا. هياخد وقت لغايه ما نصلح اللي اتكسر. أكيد. بس يبقى من جوانا اراده ونيه ان انا عايزه احافظ على جوزي وعلى ولادي وعلى بيتي، دي اهم حاجه. لو في النيه دي من الطرفين ربنا بييسر طبعا الدنيا. تمام. طب يا دكتوره دلوقتي مثلا اوقات مثلا الراجل يقول للست تقول له انت خنت، انا ممكن اعمل زي ما انت عملت، يقول لا الراجل غير الست. هل فعلا الخيانه بتختلف الراجل غير الست؟ يعني في من صحابي يقولوا لي لا الخيانه زيها زي الكذب، زيها زي السرقه، ما بتفرقش بين راجل وست. هل فعلا الكلمه بتاعته دي صح؟ الخيانه تختلف من راجل لست؟ هو بيتكلم الكلمه دي بناء على حكم المجتمع،
ان تمام. المجتمع فعلا ما بيتقبلش خيانة الزوجة زي ما بيتقبل خيانة الزوج. تمام. دينيا ده نقطة تانية وكله متساوي والعقاب واحد، مش هندخل في حاجة مش تخصصنا، بس هو بيتكلم من حتة او من بوينت اوف فيو ان الست مش مقبول منها مجتمعيا وكعرف وكثقافة فكرة ان هي تتأثر بكلام حد أو تنجرف في علاقة نتيجة برضو نفس الأسباب اللي هو وقع فيها في الخيانة. تمام. اللي هي احتياجات غير مشبعة أو هروب من الحياة اللي مش مبسوطة فيها، مش عذر بس ده اللي بيحصل. النفس البشرية قد كده complicated وقد كده ما بنبقاش عارفين ساعات نسيطر على تصرفاتنا بشكل كامل، بس هو في الفرق بقى في حد بيكمل وبيكسر كل الحدود يعني، ولا في حد لا بياخد باله لا يرجع للطريق المظبوط، تفهم الدرس ولا ان السكه دي مش حلوه ومش سكتنا ومش اخلاقنا ومش هتودي لحاجه. لان اللي بيقبل يدخل في علاقه مع سيده متزوجه تاكدي ان هو عمره ما هيبقى بيحترمها، ولا عمره هيكمل حياته معاها، ولا عمره هيثق فيها. هي العمليه كلها هو بيفولفيل نيدز هو مفتقدها، وهي نفس الحكايه، وهما الاثنين مش فاهمين هما بيعملوا ايه اصلا. دكتوره جالي سؤال هو عن عدم احتواء اسره الزوجه ليها اثناء المشاكل. يعني اوقات مثلا الواحده تكون متخانقه مع جوزها وعامله مشاكل وبتضطر ان هي تلجا للاهل. لما بتلجا للاهل طبعا هي متوقعه ان هم هيقفوا جنبها وهياخدوا لها حقها. لا، في ناس بتلاقي ان اهلها بيجوا عليها ولا انت ترجعي بيتك، لا عشان جوزك عشان عيالك، طب انا فين حقي؟ يعني انا برجع لكم تاخدوا لي حقي ومع ذلك بترجعوني مكسوره لبيتي او مكسوره قدام جوزي. جوزي ما بيلاقيش مثلا حد يتكلم معاه، ما يفهموش الصح من الغلط، لا انا كل ما بزعليك كده كده بتغضبي وكده كده بترجعي. فالاهل دول يعني ايه الحل؟ يعني دول هم هل هم تصرفاتهم صح ولا غلط؟ بصي برضو دي بنقول ان الاهل شويه لازم يبقى عندهم السنس بتاع العقلانيه، ان هم لو شايفين فعلا البنت مأذيه وفي حاجه لازم يتدخلوا، واجب عليهم يتدخلوا. لقوها بتتدلع واجب عليهم يعملوا اللي انت قلتي عليه، أكيد ان طبعا. هم يرجعوها او ان هم يعقلوها بالكلام اللوجيك اللي هو مفيش بيت مفيهوش مشاكل، مفيش زوج من غير عيوب، ولا انت فيكي مزايا طاغيه، كلنا باكج مزايا على عيوب. تمام. ولازم نتعايش ونتقبل بعض. أكيد طبعا. بس فكره العقلانيه دي ساعات اهالي يا اما تولع الدنيا وياخدوها يكبروا الموضوع أكيد والبيت طبعاً. يوصل للنهايه، يا اما يخلصوا باذعان ويعني الدنيا ما تمشيش قوي طبعاً. في مصلحه طبعاً. البنت اكيد. طبعا معانا اسئله كتير جدا مش هنقدر نكملها في الحلقه دي، وبشكر حضرتك جدا على تواجدك معانا، واحب اشكر مشاهدين ترند اليوم، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه مع ضيف جديد في ترند اليوم. استنونا ان شاء الله السبت الجاي. باي باي.